سيس كروبسي في موقع ريال كلير ديفنس ما وراء التعهد. يجادل الكاتب بأن الزمن قد مضى على ما يعرف بسياسة الصين الواحدة، وبالتالي فإن على الإدارة الأمريكية وضع تايوان من ضمن لائحة أولويات الأمن القومي الأمريكي وإفهام الصين ذلك بشكل واضح، وأن ما تعهد به بايدن لحماية تايوان هو تخل واضح عن سياسة الغموض الاستراتيجي نحو سياسة الوضوح الاستراتيجي بخصوص تايوان. ويختم داعيا صانعي السياسة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات متعددة وفورية لترسيخ أمن تايوان وضمان استقلالها وحماية الجزيرة الصغيرة من أي اجتياح صيني. وأولى خطوات الدعم الأمريكي تتمثل في إحياء قيادة الدفاع بين الولايات المتحدة وتايوان، ودعوة تايوان إلى التدريبات مع اليابان ومع مجموعتي أوكوس والدول الأربع. جورج بيبي في موقع Responsible Statecraft: هل يشير موقف بايدن حول تايوان إلى استراتيجية حرب على جبهتين؟ يحذر الكاتب من أن موقف بايدن الأخير بشأن تايوان قد يعرض العلاقات الأمريكية الصينية لأزمة كبيرة، ويقرب بين الصين وروسيا في مواجهة الولايات المتحدة. وهذا الموقف برأي الكاتب تطور خطير وغير مجد في ردع الصين عن غزو تايوان، ويشبه تحذير بايدن لبوتين بعدم غزو أوكرانيا. ويقول بيبي أنه على واشنطن احترام الخطوط الحمراء الأمنية للصين وروسيا وعدم التضحية بما يعرف بسياسة الصين الواحدة التي هي أساس العلاقات بين البلدين. ويضيف أن محاولتنا هذه لمنع الصين من غزو تايوان تدخلنا عن غير قصد في دوامة تصعيدية مع الصين كما حدث مع روسيا. بريت ستيفنز في صحيفة نيويورك تايمز: في تايوان يجب أن يجد بايدن الرئيس ترومان في داخله. يصف الكاتب ما قاله بايدن حول تايوان بأنه موقف هائل وحكيم وضروري وذكي استراتيجيا، ويظهر إحساسا بالتاريخ وباللحظة وشعورا بأنه بعد غزو روسيا لأوكرانيا يتم تطبيق قواعد جديدة. ويضيف الكاتب أن المواقف الدكتاتورية للرئيس الصيني في بلده وتجاه متظاهري هونغ كونغ وفي بحر الصين الجنوبي وفي سرقة الملكية الفكرية لكثير من الصناعات الأمريكية والمعلومات الرسمية لسيما في أزمة وباء كوفيد، إضافة إلى دعم بوتين في غزو أوكرانيا، كل هذه المواقف وغيرها من تصرفات شي جين بينغ لم تترك للرئيس بايدن أي خيار بالحفاظ على ما يعرف بسياسة الصين الواحدة بعد أن قضى عليها الرئيس الصيني الشوفيني العنيد. ويختم الكاتب بدعوة بايدن إلى دعم تايوان بالسلاح والتدريب العسكري واعتماد سياسة الاحتواء على غرار ما فعل الرئيس ترومان تجاه الاتحاد السوفيتي. ديفيد أندلمان في موقع شبكة CNN: يجب ألا يخلط بايدن بين تايوان وأوكرانيا. يعتبر الكاتب أن تصريحات بايدن المتسرعة بشأن التدخل العسكري لحماية تايوان توقظ أسوأ أحلام الصين التي تعتبر تايوان جزءا منها وترغب دائما في استعادتها. ويضيف أنه لا يمكن الاستهانة بقوة الصين العسكرية مقابل ضعف تايوان وصغر حجمها مقارنة بأوكرانيا المحاطة بدول حلف الناتو. لذلك ليس من الحكمة الاستهزاء بالصين التي تسعى إلى الاعتراف الدولي بريادتها لسيما في محيطها الجغرافي. ويختم الكاتب بالقول إن سعي بايدن لبناء شراكات عسكرية قوية مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية وغيرها كاف لمواجهة أي محاولة صينية لضم تايوان بالقوة، وكاف أيضا لتأكيد موقف أمريكا من أي تدخل عسكري صيني في تايوان.